السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في لقائنا المتجدد معكم كل أسبوع، ونتشرف بلقائكم معنا، فمرحبا بمن هو متواصل في لقاءاتنا. من خلال جلساتنا الأسبوعية نرحب بالجميع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل زملائنا الأعزاء المشاركين معنا من خلال المواقع المختلفة، إما من خلال الزوم أو من خلال الفيسبوك، وإن شاء الله نستمتع في هذه الجلسة المقررة لهذا اليوم في موضوع طرائق التدريب. نستعين بالله ونبدأ. بس فقط أتأكد من أنه الإرسال بدأ. نعم، على بركة الله نواصل بإذن الله تعالى. نعم، على بركة الله نواصل بإذن الله. من خلال منصة حدوتة الإعلامية وبرنامجكم الأسبوعي حدوتة كشفية، الذي يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 6 بتوقيت غرينتش والساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. ونأمل مراعاة فارق التوقيت في الدول العربية المشاركة. يقدم لكم هذا البرنامج حدوتة كشفية الكشاف الصغير محراب. جلستنا لهذا الأسبوع بإذن الله تعالى سوف تكون عن طريق طرائق التدريب، البرنامج وهو جلسات تثقيفية عن طرائق التدريب، والتي أعد مادتها العلمية دكتور يوسف الهقاص. طبعا نحن هنا في هذه البطاقة مسجلين كل البيانات التي تخص هذه الجلسة اليوم السبت وتوقيت مكة 9 وتوقيت غرينتش 6. نحن سوف نتحدث اليوم في أحد الطرائق التدريبية، وهي طريقة المحاضرة التي تكون في المجموعة الأولى، فمرحبا وأهلا وسهلا. إذن طرائق التدريب هذه المادة العلمية التي أعدها الدكتور يوسف العقاص مشكورا، ويقدمها لكم الكشاف الصغير محراب. إن كان لاحظنا في هذه اللوحة وهذه الشريحة هناك مجموعة من الأعداد مرتبة، وهذا يدل على أن إن شاء الله سوف تكون الجلسات التدريبية حتى الجلسة 16 من هذا البرنامج وهو طرائق التدريب. اليوم موعدنا مع الجلسة الثانية تعتبر، ولكن الأولى في الطرائق. إذن هذه سوف تتحدث من خلال المجموعة الأولى، وهي سميت بمجموعات 4 مجموعات، ونتحدث عنها بإذن الله تعالى من خلال جلسات. عناصر هذه الجلسة الثانية وهي المحاضرة، سوف نتحدث بإذن الله عن ما هي المحاضرة، كيف نستخدم المحاضرة، ما هي متطلبات المحاضرة، كيف ننفذها، ما هو تصنيف المحاضرات أو أسلوب أو طريقة المحاضرة في البرنامج بشكل عام، وأخيرا ما هي الحاجة التي تدعونا لأن نستخدم هذا الأسلوب أو هذه الطريقة وهي طريقة المحاضرة. نتوكل على الله
ونبدأ في جلستنا. سبق وأن تكلمنا في هذا الموضوع أن بناء على المعلومات السابقة التي وردت من خلال المناقشات السابقة في الجلسات، أن كان هناك يمكن تصنيف طرائق التدريب وفقا لما تم ذكر لاعتبارات معينة. أولا، أن نحن في التدريب نحتاج إلى أن المتدربين الذين معنا لديهم إما أن تكون لديهم خبرات سابقة أو ليست لديهم خبرات سابقة. فإذا نتعامل مع المجموعة التي معنا، ممكن داخل المجموعة يوجد هناك أشخاص لديهم خبرة عن الموضوع الذي سوف يطرح، وأيضا هناك أشخاص ليست لديهم خبرة أو ليست لديهم معلومة عن هذا الموضوع. إذا نتكلم أن نكون لدينا ناس أو متدربين لديهم خبرة ومتدربين ليست لديهم هذه الخبرة. بناء على ذلك، أن عندما نؤهل القائد للحضور، للمشاركة، للتدريب، لأن يكون مستقبلا ذو خبرة معينة، إذا هناك أمور نحتاجها مثل مكونات القدرة. هذا القائد هل لديه القدرة على أن يكون بهذه المهمة؟ وتكلمنا سابقا أن القدرة تعتمد على المعارف بالإضافة إلى المهارة. ولو كان هناك قادة ليست لديهم المعرفة، قادة ليست لديهم المعرفة، إذا ما هي الطرائق التي نستخدمها لتوفير هذه المعرفة لهم؟ وهذه صنفناها بالمجموعة الأولى، فسميت المجموعة الأولى. إذا القادة الذين ليست لديهم معارف فهم مصنفين في المجموعة الأولى. طيب، ما هي الطرائق التي نستخدمها في هذه المجموعة؟ حيكون معانا المحاضرة والندوة والزيارة الميدانية. بإذن الله سوف نتحدث هذا اليوم وهذا الأسبوع عن المحاضرة، والأسبوع القادم سوف نتكلم عن الندوة، والأسبوع اللي بعده حيكون إن شاء الله عن الزيارات الميدانية. كل هذه نتحدث عنها من خلال المجموعة الأولى التي تحتاج إلى المعارف. طيب، ما هي المجموعة الثانية المتوقعة؟ هناك قادة لديهم خبرة ولكن يحتاجوا إلى زيادة في المعلومات أو تصنيف هذه المعلومات والاستفادة من خبراتهم. هنا نقول لديهم خبرة في المعلومات، إذا كيف نستفيد من خبراتهم أثناء الطرح أثناء التدريب؟ إذا نقدم لهم هذه المجموعة الثانية، ومن أمثلتها التمرين، العصف الذهني، مجموعة تبادل الأفكار، المناقشة، ودراسة الحالة. إذا القادة الذين متوفر لديهم المعارف، عندما نتدرب أو ندربهم أو نؤهلهم إلى موضوع معين، نتعامل معهم طالما أن لديهم المعارف متوفرة. إذا نستفيد من إمكانياتهم عن طريق برامج أو طرق نستخدمها مثل التمرين والعصف الذهني ومجموعة تبادل الأفكار والمناقشة ودراسة الحالة. المجموعة الثالثة، هذه المجموعة ليست لديها مهارات، لديها معارف ولكن ليست لديها مهارات. إذن هذه المجموعة الثالثة، ونحتاج معاهم إلى هذا المواضيع القادمة في البيان العملي والورشة التدريبية، بالإضافة إلى منضدة الرمل والمشروع. إذن هنا في المجموعة الثالثة سوف يكون معنا 4 من الطرق المختلفة. في المجموعة الرابعة والأخيرة سوف نتحدث بإذن الله من القادة الذين توفر لديهم مهارات، إذا كيف نستعين بهؤلاء القادة؟ ما هي الدورات التدريبية التي نقدم لهم؟ كيف الطرق التي الأمثل لكي نتعامل معهم؟ إذا نحتاج إلى تمثيل الأدوار وسلة الوارد ولعبة الإدارة. كل هذه المجموعة من الطرائق هي تقريبا حوالي 15 طريقة، يوجد أكثر، نعم يوجد. هناك بعض البعض يختصر، هناك البعض يزيد، ليس هناك يعني خلل في هذا الموضوع، ولكن هتكلم عن الأشهر حسب ما صنفت لدي.
بناء على ذلك اليوم سوف نتكلم عن المجموعة الأولى، وهي من خلال الجدول السابق نجد أن هنا يوجد فراغ. إذن هذه المجموعة الأولى تحتاج إلى المعارف. هنا نحتاج أن نعقد العزم على أن نقدم لهم أمور يحتاجوها في هذه الجلسات. إذن من أمثلة هذه المجموعة، من المصفوفة أعلى يتبين إمكانية استخدام طرائق هذه المجموعة عند الحاجة إلى تزويد المدربين بمحتوى معرفي. إذن هؤلاء المتدربين يحتاجوا إلى محتوى معرفي لازم لبناء الخبرة التدريبية، ولا يمتلكه المدربون في الغالب. إذن هؤلاء غالبا لا يمتلكوها، فإذا نحتاج أن نعطيهم هذه المواضيع. من أمثلتها، من أشهر هذه الطرائق في هذه المجموعة هي المحاضرة والندوة والزيارة الميدانية. إذا هذه الثلاثة المجاميع أو الثلاثة الطرق التي سوف نستخدمها إن شاء الله في هذا الأسبوع عن المحاضرة، والأسبوع القادم عن الندوة والزيارة الميدانية الأسبوع القادم. إذا نتكلم الآن عن أن المحاضرة واحدة من أهم وسائل نقل المعرفة وتبادل المفاهيم بين الناس. ما هو مفهوم المحاضرة في التدريب؟ المحاضرة هي أحد استراتيجيات التعليم والتدريب التي تعتمد على تقديم المعلومات بشكل منهجي وهادف من خلال عروض تقديمية أو محاضرات تعليمية. إذن هذا المفهوم السائد لتعريف المحاضرة في التدريب. إلى ماذا تهدف هذه الطريقة؟ هي تهدف إلى توجيه المتدربين نحو المادة العلمية المطروحة وتعزيز فهمهم واستيعابهم للمعلومة. إذا نتكلم الآن، هناك معارف، هناك معلومات نريد أن نوصلها للآخرين، فنحتاج إلى أسلوب أو طريقة المحاضرة في التدريب. إذا الهدف الرئيسي من هذا هو تسهيل فهم المتدربين ونقل المعرفة بفعالية. الأساس نقل المعرفة، أسلوب المحاضرة هو تسهيل فهمهم لهذا الموضوع لهذه الدرجة. إذن المحاضرة هي ملخص الكلام، عرض شفهي زي ما أتكلم الآن لمحتوى تدريبي معين يقوم به مختص إلى مجموعة من المتدربين، وذلك لتحقيق هدف تدريبي محدد. مدرب، متدربين، هؤلاء المتدربين، هذا الشخص المدرب هو مختص يقدم هذه المادة العلمية للآخرين. كيف نستخدمها؟ لماذا نستخدمها؟ ما هي حاجتنا لاستخدام المحاضرة؟ الكثير يقول إن المحاضرات مملة وهي اتجاه واحد. نعم، توجد عيوب للمحاضرة زيها زي أي طريقة تدريبية، ولكن المفيد في هذا الموضوع أنها تستخدم، إذا استخدمناها بصورة صحيحة في العديد من المواقف التدريبية. من تلك المواقف مثلا افتتاحية جلسة تدريبية، يتقدم شخص ويلقي محاضرة عن هذا الموضوع ويقدم هذه الجلسة التدريبية مثلا، أو معالجة المحتوى التدريبي الذي يتعذر معالجته بطريقة أخرى غير المحاضرة. عندنا معلومة لما نوصلها للآخرين، والمعلومة هذه يعني ما هي محتاجة مننا إلى أسلوب تدريبي يعني معقد، فهذا الموضوع هي أسهل طريقة نستخدمها فهي المحاضرة. أيضا التعليق على نتائج أعمال المجموعات. فلو كان هناك معلومة مع يعني مجموعات لديها أعمال وقدمت مجموعة من التقنيات، أو قدمت مجموعة من المعارف، أو قدمت أعمال لها، فنحتاج أن نعلق على هذه على هذه الأعمال، فنحتاج إلى أسلوب أيضا المحاضرة.
ممكن التلخيص وإغلاق الجلسة التدريبية، يعني ممكن يطلع واحد ويتكلم في موضوع، في ماذا قدمنا، يلخصها، اتكلمنا عن الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني وهكذا، ثم يغلق الجلسة. وهذه من أهم الاستخدامات التي يمكن استخدامها في حياتنا الحالية. كيف نطبق المحاضرة في التدريب؟ إذن خطوات تطبيق المحاضرة في التدريب، سوف نبدأ أول شيء مهم جدا لنا أن نخطط للمحاضرة. أنا قبل أن أبدأ معاكم في هذه الجلسة كان لابد لي من التخطيط لماذا ماذا سوف أقدم، وهي هذه أول خطوة أبدأ فيها. في تخطيطي للمحاضرة يجب أن أعرف ماذا أقدم، لمن أقدم هذه المعلومة، ما هي المدة الزمنية التي أنا أحتاجها في عملية التدريب، ماذا سوف أقدم لهم من مادة علمية، أين المكان الذي سوف أقدم فيه هذه المادة العلمية. كل هذه تعتبر من تخطيط المحتوى، وهي الخطوة الأولى التي يتعين على المدرب تحضير المحتوى. أنا الآن ماذا سوف أقدم؟ لابد أن أقرأ، أتعلم، أستفيد، أستزيد من الزملاء، من القيادات الكشفية التي لديها خبرة. لا مانع من أن أستعين بالآخرين قبل أن أقوم بتقديم المحتوى التدريبي. لماذا؟ لأن لدينا، ليس هناك الشخص لديه عصاة موسى الذي يعرف كل شيء، إنما كلنا نتعلم، ولا أزال أنا أتعلم وغيري يتعلم. طالما نحن نعيش في هذه الدنيا فنحن لا نزال نتعلم، ولا يوجد هناك شخص متعلم نهائي. كل يوم بنتعلم، كل يوم بنأخذ قسط من المعرفة، من الكبير، من الصغير، حتى من الحياة أمامنا. إذن يتعين على المدرب تحضير المحتوى خلال المحاضرة. يجب على المدرب تحديد المواد العلمية والمعلومات الرئيسية التي سيتم شرحها. زي ما تكلمنا الآن في الشريحة التي قبل هذه، تكلمنا عن ما هو المحتوى الذي سوف نقدم، مفهوم المحاضرة، كيف نقدمها، ما هي أدواتها، ما هي استراتيجية، هذه كلها مواد علمية تم تحضيرها للإلقاء لهذا اليوم، وتنظيمها بشكل منطقي ومتسلسل، بحيث أنه لا نشعتر المتدربين في معلومات تكون غير متناسقة. نبدأ في مواضيع مختلفة ثم نأتي إلى مواضيع أخرى، هكذا يكون معنا الكثير والكثير من المعلومات التي تشتت أذهان المتدرب. إذا عندنا أولا تخطيط المحاضرة، ثانيا تصميم العرض التقديمي. هذا الذي يقدم لك لديكم الآن على الشرائح وموجود الآن على النت، هي أمور تم تصميمها وإعدادها لكي يتم عرضها هذا اليوم. إذا تصميم العرض التقديمي ده مهم جدا. هذه الخطوة تتعلق بإعداد العروض التقديمية، المواد البصرية إذا كان هناك بعض المواضيع التي سوف تعرض لكم، أو بالإضافة إلى ماذا سوف نستخدمها خلال هذه المحاضرة. إذن أول شيء علينا أن ننظم عملنا بشكل منطقي ومتسلسل. ثانيا يجب أن نصمم عملنا بشكل جذاب وبسيط ليسهل فهمه للطلاب، للدارسين، للمتعلمين، للمشاركين. خطوات أيضا، إحنا تكلمنا عن ثلاثة، أو الثالث استخدام أساليب تفاعلية. من المهم أن تشمل المحاضرة عناصر تفاعلية مثل جلسات استماع نشطة، توجيه أسئلة للمتدربين. يعني إحنا ممكن أثناء الجلسة نستخدم أساليب مختلفة، مو كلها أنا أتكلم، لازم أسأل، لازم أستفسر، لازم أطرح سؤال أو يعني استفهام للآخرين، لمن لديه مداخلة عن هذا الموضوع، من لديه معلومة في ماذا سوف نتقدم نقدم لكم. الكثير قلنا سابقا أن هذه عبارة عن معارف
وهناك أشخاص لديهم وهناك أشخاص ليس لديهم هذه المعارف. إذا طالما أن هناك في هذه الجلسة أشخاص لديهم هذه المعارف ممكن نستعين بهم، ويكون هذا سبب أن يكون هناك عندنا أساليب تفاعلية بيننا وبين المتدربين. هذا إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الاستماع، تشجيع على الاستماع النشط ومشاركة المدربين في العملية التعليمية والتدريبية. لما يكون لدينا مجموعة من الناس وخاصة الذين لديهم هذه الخبرة، جميل جدا أن نستعين بهم أثناء الجلسة. لماذا؟ لكي يكون هو أولا إسناد لما أنت تقدمه، ثانيا تأكيد للمعلومة التي كنت تقدمها، ثالثا أن تكسر الحاجز الذي بينك وبين الحاضر. أربعة، شرح المفاهيم الأساسية خلال الجلسة. خلال هذا ينبغي للمدرب شرح المفاهيم الأساسية بوضوح وتفصيل، زي ما الآن إحنا جالسين نتكلم إنه كيف نقدمها، ماذا نقدمها، دي مواضيع مهمة جدا. إذا هناك شخص الآن سوف بعد هذه الجلسة يستطيع أن يقدم محاضرة، فإذا لم يستوعب المفاهيم الأساسية للمحاضرة قد يخطئ، أو قد لا تكتمل لديه عناصر النجاح في إعداد المحاضرة بشكل جيد. إذن يجب أن يركز على تقديم المعلومات بطريقة تسهل الفهم وتعزز الاستيعاب. لابد إنه إحنا يكون في بيننا مداخلة مع الآخرين، أيضا المعلومات عندنا ما توصل للآخرين نبسطها حتى تسهل فهمها للآخرين، ويكون هناك تعزيز لعملية الاستيعاب. خامسا، توجيه الانتباه والتركيز. احنا اثناء الحوار، اثناء النقاش، الكثير من الناس يعني غالبا يخرج عن النص، ممكن يسرح بعض الحضور في هذه الجلسات، فيمكن الان احنا نركز على قضية انه جميع المتدربين متواجهين معنا وهم معانا أولا بأول. ثانيا، نركز الانتباه إلى نقاط رئيسية، مثل ما نقول قبل لا نعد، أنا دحين أرجع أعيد عليكم انتباه لموضوع مهم جدا. قبل أن أعد لأي محاضرة تدريبية علي أن يكون هناك عندي معلومات أساسية قبل أن أعد المادة العلمية التي سأقدمها. من هذه المعلومات الأساسية أول شيء، من هم المتدربين؟ ما هي أعمار؟ ما هي ثقافتي؟ من أين أتوا؟ هل هم مجموعة عامة أم مجموعة متخصصة؟ هل هي محاضرة عامة أو محاضرة متخصصة؟ هذه المعلومات خاصة بالمتدربين. أيضا ماذا سوف أقدم لهم؟ إذا الآن لاحظ، الآن أنا أركز وألفت انتباهكم إلى مواضيع معينة يمكن استخدامها في تقنيات تسليط الضوء على الأفكار الرئيسية. التفاعل مع المدربين. هناك بعض الأشخاص يكون مثلا يعني جالس يتكلم مع زميله وهو خرج من انتباهه معك إلى نقاش آخر، أو مسك الجوال أو ما شابه ذلك. الآن أنا ممكن إني أنا أستغل هذا الموقف بطريقة أخرى، إني أنا أسأل أحد هؤلاء الأطراف بطريقة: الأستاذ الكريم، ممكن تعرفنا بنفسك؟ يعني جيد إنه إحنا لا نحرج المتدربين، جيد جدا إنه إحنا لا نحرج، بل ممتاز أن لا نحرج الآخرين الذين أمامنا، لأنه إحراجك له وأمام الآخرين والآخرين والمتدربين الزملاء ينظروا له إلى نظرة كده فيها استقلال، سوف يعني يحس بألم داخلي في نفسه، وهذا الإحساس سوف يؤثر عليه في استيعابه، أو قد يكون لك العداء. فالتفاعل المهم بيننا وبين الدارسين، أن نحن مثلا بكل أدب، الأخوان اللي جالسين معنا هنا ممكن تعرفون بأنفسكم، من فين أنت؟ إيش مستواك؟ كيف الموضوع؟ ما أدري، هل تعتقد أنه هذه الجلسة اللي إحنا نتكلم فيها هي تحتاج، أو أنت تحتاجها، أو هي ليست من ضمن احتياجاتك؟ هذه تخليه يعني أولا ينتبه أنه هو خرج عن الموضوع،
او انتبه لموضوع اخر. الشيء الثاني انه هو يحس انك انت تعاملت معه بلطف، وبعدها سوف يتعامل معك ويبدا يلتفت الانتباه. ايضا قد تكون لديه معلومه، ويعني هو يمكن خرج من هذا الموضوع لانه هذه المعلومات تكون تكررت لديه، فهو لديه هذه المعلومه، وممكن يقول لك نعم انا يعني سبق ان حضرت جلسات مثل هذه وعندي المعلومه، ما شاء الله تبارك الله، تفضل اعطينا من ما لديك نستفيد احنا كمان. جميل، هذا التفاعل وهذا الاسلوب. انا تكلمت على جزئيه، ترى اداره الجلسه التدريبيه ترى اساليب وطرق مختلفه جدا وتعتمد على الموقف، ليس هناك نظام او طريقه معينه نتعامل معها مع المتدربين بكتالوج معين، لا، كل موقف نحتاجه امامنا هذا الشخص او هذا الموقف يتطلب مننا ان نتعامل معه بما هو الحال الان، وليس ما نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه. اذا التفاعل مع المدربين، المدرب يجب ان يكون مستعدا للتفاعل مع المدربين والاستجابه لاسئلتهم واحتياجاتهم، ويعزز التفاعل الايجابي والتفاعل النشيط. هنا تركز علينا هذه النقطه السادسه، ان هناك اشخاص يرفع يده يبغى يخش معك في اسئله او استفسار، قد يبغى يستفسر منك، قد يبغى يسالك سؤال في هذا الموضوع. اذا لا مانع انك انت تعطيه فرصه، اذا كان انت بتطرح ورفع يده فانت تقول له طيب انا اخلص من نقطتي ثم التفت اليك واخذ منك، كذا انت حسسته بالامان. الشيء الثاني انه هو حس انك انت يعني ما تجاهلته، ويعطيك فرصه انك انت تكمل هذا. حتى هذه عبارة عن رسالة للجميع، عندما يتحدث المتحدث علينا أن نأخذ حديثه بعين الاعتبار ولا نقاطعه. لاحظ أنك أنت بتوصل رسائل من أثناء تدريبك للآخر. سابعا، التقييم. التقييم هذا مهم جدا 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 لنا كمدربين. لماذا؟ لأنه أول شيء أنا هل استطعت أن أوصل المعلومة للآخرين؟ كيف أعرف؟ لابد أن يكون هناك تقييم. هل الآخرين استفادوا مما قدمت لهم؟ كيف أعرف؟ خلال التقييم. إذا هناك مجموعة من المعارف من الأساليب، ممكن في النهاية ينبغي على المدرب تقديم وسائل تقديم لفحص فهم المتدربين، الطلاب، الكشافة، الأشبال، الفتيان، الجوالة للمحتوى. أنا لازم أفهم هؤلاء الذين أمامي المتدربين، هل فهموا المحتوى الذي أنا قدمته أو لا؟ هذه 7 عناصر رئيسية نركز عليها أثناء الإعداد. ما هي المتطلبات؟ يتطلب منا استخدام المحاضرة ما يلي: إعداد المحتوى التدريبي وفق عناصر واضحة لا نشتت أفكار الآخرين، هذا تلخيص لـ3 الشرائح التي سبقت، والمساعدة في ذلك يمكن استخدام ما يعرف بنموذج الأسئلة أسئلة. تهيئة قاعدة التدريب فيما يخدم طبيعة هذا النشاط، لابد يكون لنا المكان الذي نقدم فيه هذا النشاط يكون مهيأ، درجة الحرارة، البرودة، الإضاءة، التهوية، الصوت، الجميع يشاهد ما يقدم. إذا كان هناك يعني إذا كان منبر يعني محاضرة فقط نقاش، الجميع يشاهد من يتحدث، أم هناك عوائق أعمدة أو ما شابه. كل هذه نحتاجها إلى أن يكون لدينا أثناء التجهيز للمحاضرة، أن تكون قاعدة تدريب مهيئة لكي تخدم هذا الموضوع. ممكن يكون عندنا سبورة، إما سبورة إلكترونية أو السبورة السوداء أو السبورة البيضاء، يمكن كل هذه يعني استخدامها أو الاستفادة منها إذا كان عندنا مثلا المحاضرة نستخدمها بأساليب مختلفة أو طرح مختلف. طيب احنا قلنا لو كان الموضوع هو عبارة عن كلام يتكلمه من خلال المنبر، الشخص واقف على المنبر ويتكلم، هل نحتاج إلى أمور كثيرة؟ إلى مثلا تهيئة قاعة تدريب لما يخص هذا الموضوع؟ في أمور في قاعة التدريب مهمة، إن زي ما قلنا الإضاءة، الحرارة، البرودة،
الصوت، راحة الآخرين، مشاهدة، هذه كلها مهمة جدا في هذا. إذن لدينا قاعة، هذا اللون الأسود الذي أمامنا، ثم المنبر الذي يتحدث من خلاله المتحدث، والحضور الذين غالبا يكونوا موجودين إما جلوس في هذه القاعة أو من خلال مثلا الآن إلكترونيا عن طريق الزوم، الحضور كلهم بيكونوا من خلال أو خلف الشاشات التي يتكلمون. إذا غالبا المحاضرة تأخذ هذا الشكل، غالبا المحاضرة تأخذ هذا الشكل في عملية الحضور أو تهيئة هذه القاعة. نلاحظ أن الكل موجود، وغالبا لو كان هذه القاعة لو كانت نظام المدرج لكان أحسن، بحيث أنه يكون مستوى الرؤية أمام الجميع، الكل يشاهد المدرب، أو أن المدرب في منطقة مرتفعة اللي هو الستيج أو المنصة بتكون مرتفعة، بحيث أن الجميع يشاهد هذا الشخص وليس في مستوى العين، لأن الشخص الذي أمامي سوف يحجب الرؤية عن ماذا أشاهد أو ما أو أستمع لمن. لكن عندما يكون المتحدث في منطقة مرتفعة على منصة مرتفعة يكون هذا أجمل وأفضل كثير لوصول المعلومة بشكل صحيح. ما أدري، قائد سعد السيد بيقول واضح التوقيت كان في مشكلة. لا، ما بالنسبة للحضور، إحنا هذه جلسة قائد سعد، هذه الجلسات التثقيفية ليس الشرط أن يكون هناك حضور، إما من الزوم أو من هذه، هي عبارة عن جلسات مرتب لها في زمن، والجميع يعني عندهم هذا الخبر، ويعتمد على ظروف الناس، فليس هناك يعني إشكالية في الحضور. وشكرا على اهتمامك وحرصك على أن يكون هناك مشاركين. قائد سعد السيد. كيف ننفذها؟ قبل هذا التنفيذ علينا أن نهتم ببعض الأساليب المهمة. استخدام العروض التقديمية، مثلا يكون عندي جهاز داتا شو، جهاز عرض، جهاز يعني سبورة إلكترونية أو شاشة إلكترونية أو ما هذه كلها مهمة جدا. فيمكن للمدرب أن يستخدم العروض التقديمية مثلا في توضيح المفاهيم بشكل بصري أفضل بحيث الناس يشوفوا، وهذا يسهم في توضيح النقاط الرئيسية ويجذب انتباه المدرب. التواصل الجيد، تكلمنا على موضوع التواصل الجيد في موضوع الجلسة، يعني بحيث أن الكل يشاهد، حتى لو كان أحتاج الموضوع أن يكون هناك مثلا نقاش أو انفتاح بين المدرب والمتدربين، ممكن عشان أنا أوصل أفكاري بطريقة واضحة وأعبر عنها بشكل أفضل، لازم أنا أوصل هذه المعلومة بأسلوب سلس الجميع يستوعب. لو أتكلمنا أثناء التدريب بأساليب علمية بحتة ومصطلحات وترجمة إنجليزية وما هذا جيد، نوع من أنواع الثقافة، ولكن علينا أن نستوعب أن هناك كثير أو هناك بعض من الناس، حتى لو ما كان كثير، حتى لو كان بعض، هو من حقه أن يكون زيه زي الآخر. فلما تتعامل أنت بالعقلية التي الناس كلها المتعلمة المتثقفة الأكاديمية، فهذا يحتاج إلى تبسيط المعلومة، ومن حقه أن تبسط له هذه المعلومة، فهذا من أيضا من التواصل الجيد لتفصيل المفاهيم. طبعا إحنا ممكن نساعد في عملية التشجيع على التفكير النقدي، ممكن طرح الأسئلة التحفيزية، كل هذه تساعد في عملية التواصل واستخدام تقنيات التفكير. الحوار والمناقشة مهم جدا. الحوار والمناقشة مهم جدا انه احنا يكون عندنا هذا الاسلوب في عملية تنفيذ المحاضرة. لماذا؟ لانه يشجع الاخرين ويكسر الرتابة بين المدرب ولا او الجمود الذي يحضر امام الاخرين، كل جالسين يستمعوا،
إلى الكلام الذي في النهاية. شكرا لكم، جزاك الله خير. يلا مشينا مشينا. طيب ما هو المستوى، ما هو يعني الفائدة التي احنا أخذناها؟ قد تكون بسيطة لأنه ما كان في حوار، ما كان في نقاش، كانت معلومات 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 سببت الرتاب الآخرين، وهذا مهم جدا. أيضا هو تبادل المعلومات، أنت ما تقول أنت معلومة ويستمعها الآخرين، وبعض الأشخاص يرفع يده يقول لك والله أنا تسمح إني أنا مثلا أتداخل في النقطة هذه، لا مانع أتفضل. إذا هذا النقاش وهذا الحوار يولد أن هذا الشخص الذي رفع يده قد تكون لديه معلومة، قد يكون عنده سؤال. إذا هذا الموضوع مهم جدا. أيضا لدينا موضوع التقييم المستمر، بحيث أن إحنا أو التقييم عفوا المستمر، بحيث أن إحنا لازم نكون بين فترة وفترة نتأكد أن المعلومة وصلت أو لا. لأنه أنا لو بدأت أسهم في عملية الطرح وأناقش وأتكلم 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 حتى تنتهي المحاضرة وأمشي، قد يكون هناك بعض النقاط ما وصلت للآخرين. إذا أنا أحتاج أني أنا أقيم بين فترة وفترة. نعمل مراجعة سريعة لما سبق. إحنا تكلمنا عن النقاط الفلانية، 1 2 3 4. هل وضحت هذه النقاط؟ مين عنده سؤال في هذه النقاط؟ مين عنده مناقشة؟ في أحد عنده مداخلة لهذه النقطة؟ هذه كلها عبارة عن تقييم. أنت بتعمل عملية حوار، بتعمل عملية مناقشة، بتعمل تواصل جيد، في نفس الوقت أنت بتستنبط تقييمك أو تقييم الآخرين لهذه الجلسة التدريبية من خلال هذه المداخلة. مهم جدا أنه نستخدم التكنولوجيا ونضيف للناس المعلومات، مهم جدا جدا جدا. لأن الناس الآن إحنا في يعني في عالم المعرفة. اضغط ازرار ممكن تجيب الكلام هذا. قبل 20 30 سنه كانت الامور دي صعبه شويه، وان الواحد يتلقى المعلومه ويجيبها ويكيفها. الان لا، الان المعلومه في جيبك، الموبايل اللي في جيبك هذا فيه معلومات العالم كله. ممكن تدخل، ممكن انا اتناقش معاك، واحد يدخل على جوجل ويبدا يتكلم على موضوع المحاضره وياخذ معلومات كثيره ويبدا يخش ويتداخل ويتكلم. وهذا حدث معنا كثير من الجلسات، في بعض الناس كانوا يتكلموا معنا في مواضيع مطروحه في النت، وهو يعني يحطها في العروض وفي الاسئله والاستفسارات او من ضمن المداخلات. لا مانع، طالما الانسان اجتهد ان يقدم لك معلومه فما في مانع ان هو يشاركك هذه المعلومه. ايضا تنشيط الانشطه الاستيعابيه، ممكن نعمل بعض الجلسات الصغيره. ممكن اذا شفنا الناخبين بداوا في الملل، فممكن احنا ناخذ بنقاش عن طريق حوار او قصه بسيطه، نناقش الاخرين في ماذا نقدم، ماذا قدم، ماذا لديكم، مين يقدر يربط لنا هذا الموضوع اللي حيتكلموا فيه، في قصه حدثت له. تلاقي هذه الامور دي كلها تساعد في العمليه. ايضا ممكن أن نشجع الآخرين أنه إحنا نسأل هل استفدت من هذه المحاضرة بما هو يعني. أول شيء كبر الموضوع، أنت جيت كشخص وأنا مهتم بك كحاضر لهذه الجلسة، اقتطعت وقت من يعني زمن من وقتك وبدأت تستمع وضربت مشوار، إذا كانت مثلا جلسات أو المحاضرة حضورية، واخذت وقت من يعني وانتقلت من مكان الى مكان حتى تصل الى هذا المكان، والغيت كثير من مشاريعك الشخصيه بحيث انه يكون عندك، دخلت معانا في هذه الجلسه وانت عندك كان كم مشوار، فاهتميت انك تحضر هذه المحاضره. هذه عمليه تعزيز قيمه المتدرب. اخواني زملاء الكرام، المايك عندما يفتح اثناء الجلسه يشوش على المعلومة. بارك الله فيكم وكل لي تقدير لاهتمامكم. إذا كيف ننفذ هذه المحاضرة؟ يمكن استخدام وفق الخطوات التالية. هذه عبارة عن نموذج مبسط قام به الدكتور يوسف الحقاص بإعداده، بحيث إنه إحنا يعطينا تفسير بسيط كيف نعد أو ننفذ هذه المحاضرة. ما هي الخطوات؟ ما هي وسيلة التدريب؟ يعني أنا حقدم هذه المعلومة، كيف ما هي الوسيلة التي أستخدمها؟ هل أحتاج إلى وسيلة أو لا؟ الخطوة الأولى، الذي يقوم بعملية المحاضرة هو المدرب اللي هو يتحدث الآن بيتكلم معك.
هذا هو الذي يقوم الآن بالخطوة الأولى. طيب ما هي هذه الخطوة؟ يعرض المادة العلمية أو المعلومات الذي يريد تقديمها. فإذا أول شخص يبدأ في موضوع المحاضرة، وإذا كان هناك مثلا يعني مثلا زي جلسات تدريبية من خلال مركز تدريبي أو مكان، فلا بد من تقديم المحاضر عن خلال اللجنة المنظمة لهذه الجلسة، بحيث أن يكون هناك شخص يقدم هذا المحاضر: معنا الآن الدكتور فلان الفلاني من الجهة المعينة، مستوى الأكاديمي كذا، خبراته 1 2 3 4، يقدم لنا هذه المادة التي هو يعني متمكن فيها هذا التمكن، وسوف نستوعب إن شاء الله من خلال جلساتنا وتفاعلنا. إذا لابد أن يكون هناك مقدم لهذا المدرب. أما مثلا زي الآن الجلسة التي نتكلم عنها جلسة حوارية عن طريق الحاسب الآلي، فيمكن المدرب مباشرة أن يعرض المادة العلمية زي ما بقوم الآن بها. هل أحتاج إلى وسيلة؟ وفق الحاجة. إذا كان أنا أحتاج الآن، الذي أقدم الآن هو وسيلة، هذه الشريحة التي أمامك هي وسيلة أوصل بها المعلومة التي أريدها. إذا كان هناك وسيلة أنا أحتاجها، إذا لابد لي من أن أستخدمها مباشرة. أو إذا كانت ما هي محتاجة، إذا خلاص أنا أكتفي بما قدمت. طيب الخطوة الثانية، المدربين اللي هم الحضور، ما هو دوره؟ استمع، مطلوب منك إنك أنت تستمع، تركز على الكلام اللي هو يقال، بحيث إنه إحنا نستطيع أن نستفيد من المادة العلمية التي سوف تقدم. هل أحتاج إلى وسيلة في هذا الموضوع؟ ما أحتاج. الخطوة الثالثة، المدرب يتيح الفرصة أمام المدربين للأسئلة والنقاش. ها يا جماعة الخير، استفدتم؟ إيش تكلمنا عنه اليوم؟ إيش الموضوع اللي إحنا ناقشناه؟ مين كانت لديه مداخلة؟ مين لديه الآن مداخلة؟ إذا المدرب يعرض المادة، المدربين يستمعون، المدرب مرة أخرى يتيح الفرصة أمام المتدربين للأسئلة والنقاش. هل نحتاج إلى وسيلة في هذا الموضوع؟ أيضا ما نحتاج. طيب عشان نحصل على نتائج أفضل علينا أن نراعي ما يلي. أول شيء مراعاة أنماط تعلم المتدرب. اللي جالسين أمامنا كلا له أسلوبه في التعلم، في الاستيعاب. هناك البصري، هناك النظري، هناك الرقمي، هناك صاحب المشاعر والأحاسيس. هؤلاء الناس الذين أمامنا في هذه الجلسات التدريبية علينا أن نراعيها أثناء عملية إعداد وتقديم المحاضرة. قد أحتاج إلى تطعيم المحاضرة بطرائق تدريبية أخرى، مثلا زي المناقشة الموجهة. مثلا نبدأ نناقش بعض المواضيع التي تطرح في هذا هذه الشريحة هي الشريحة الأخيرة التي نتكلم عنها هذا اليوم في هذه الجلسة الخاصة بالمحاضرة. نؤكد على قضية إن إحنا الآن ما نقدمه من معلومة في هذه المحاضرات في هذا الموضوع، هل هناك مزايا للمحاضرة؟ هل لها عيوب؟ كيف ممكن إن إحنا نستخدمها في التدريب؟ إذن من المزايا للمحاضرة إنه إحنا أول شيء نقل المعرفة مباشرة، يعني بيكون معنا، قد تكون بعض المحاضرات اللي بيحضرها، يعني إحنا نعرف إن في محاضرات جماهيرية بيحضروها بالعشرات الآلاف من الأشخاص
مثلا زي الملاعب كرة القدم أو في المدرجات، ويتم نصب يعني منصة خاصة وشاشات كبيرة بحيث أن الجميع يشاهد ماذا يقدم، والصوت يكون يعني في أعداد ضخمة من المتدربين أو الحاضرين للاستماع إلى هذه المحاضرة. المحاضرة ليس شرط أن تكون مادة علمية تدريبية، قد تكون مادة علمية، قد تكون مادة تثقيفية، قد تكون مادة توجيهية، قد تكون مادة يقدمها المحاضر للآخرين بحيث أن يكون فيها نوع من أنواع يعني توجيه الناس إلى موضوع معين، نقل المعرفة بالنسبة لهم. أيضا هناك الكثير والكثير من يعني الأهداف التي يحتاجها المنظمين لتقديمها للآخرين وتكون متاحة للآخرين. إذا نقل المعرفة هذا من أهم مزاياها. توفير الوقت، يعني أنت ممكن خلال ساعة زمان، خلال ساعة ونص، خلال ساعتين مدة المحاضرة تكون أنت أخذت لك معلومات بدل ما تبدأ تبحث عنها بطريقة شيقة وطريقة جميلة واستوعبتها. أيضا هذه المحاضرة غالبا غالبا بتكون مناسبة للمواد النظرية، يعني لو عندي مادة نظرية أقدمها للآخرين هذه مهمة جدا، أستخدم أسلوب المحاضرة في تقديمها للآخرين. أيضا توحيد المعلومات، وهذه مهمة جدا، إنه إحنا بعض الأمور يعني خاصة لدينا إحنا في الكشاف، وأنا قد أضرب مثال بسيط، يعني الكثير والكثير يعني يناقش قضية معينة في موضوع الاستراحة والاستعداد، هل في حالة الاستعداد أن نتحرك، نناقش، نرد على أسئلة الاستفسارات؟ البعض يقول أبدا لا يمكن أن نناقش أو نرد طالما أنا في حالة استعداد. طيب التعليمات كيف تعطى؟ هل هي تعطى من خلال حالة الاستراحة أو حالة الاستعداد؟ يعني إحنا نقول عشان نوصل المعلومة للآخرين استعد وأبدأ أديهم المعلومات اللي أنا أبغاها الآن، أبغى ينفذ، هو بيكون محاضر الاستعداد بيديني تحية بينفذ الأمر اللي هو أخذه. إذا هو كان في حالة الاستعداد، هل هو في حالة الاستراحة أو في حالة الاستعداد؟ إذا اتفقنا أنه هو لا يتحرك، إذا كيف يؤدي التحية؟ إذا خطوة من الخطوات الاستيعاب، أنه إحنا نوحد المصطلحات، لا مانع من تنفيذ التعليمات في حالة الاستعداد. تنفيذ التعليمات للمدرب، للقائد، للعريف الأول، ونحن في حالة الاستعداد. مثال، احنا نقول كان مثلا كل الناس موجوده وبعدين سبق شويه ايه بتجي والكل بيصفي، هذه متى تاتي؟ خاصه لما يكونوا في حاله الاستعداد. اذا كانوا في حاله الاستعداد وقال لهم سبق شويه، في بعض يقول لا لا ما تبدا السبق، لا لا، لانها تنفيذ تعليمات لا مانع من ذلك. التحيه، رفع العلم، كل هذه احنا بنقول للجميع مثلا استعد، سلام، خذ، الكل بيأدي التحية. طيب لو كان ما يسوي أي حركة، إذا ليش أدي التحية؟ طيب لو ما أدى التحية في حالة الاستراحة، هل يصير استعداد واستقبال ورفع العلم في حالة الاستراحة؟ إذا الموضوع الآن في اختلاف في وجهات النظر الآخر. دور المحاضرات أن توحد هذه المفاهيم. إذا مهم جدا توحيد المعلومات والمفاهيم للآخر. طيب ما هي عيوبها؟ عيوب هذه المحاضرات، طبعا من عيوبها قلة التفاعل، يعني المدرب هو الذي يتكلم فقط والدارسين غالبا يكونوا يعني يستمعوا فقط. ممكن هناك يكون مثلا قصور الفهم، البعض مو مستوعب للموضوع، المدرب قد يكون ما هو مهيأ أو مجهز نفسه لأن يوصل المعلومة بشكل أفضل. ايضا هناك يكون في استيعاب متفاوت، خاصه اذا كانت المساحه كبيره واعداد كبيره، هناك في استيعاب متفاوت بين الناس، من له رغبه دائما استفادته او استيعابه عالي، واللي حاضر الجلسه التدريبيه ولا المحاضره تلاقيه يعني في امور عدت عليه وفي امور استفاد منها. اذا هناك في استيعاب وتفاوت في هذا الاستيعاب. الحوافز او التحفيز، يعني غالبا ما في حافز انه انا بس اخش محاضره واستمع واجي ماشي. ايضا هناك التقييم غالبا يكون غير فعال لهذا الموضوع، لأنه في البعض ممكن غالبا، أنا أقول غالبا في أثناء الجلسات التدريبية عندما ترسل استبانة التدريب للمتدربين الجميع بيعطيك درجات عالية، وهذه من الأخطاء الشائعة.
الصح انك تخدم المداخل، وان تقول الصحيح والحقيقه في اما كان الصوت واضح او كان الصوت غير واضح، او كان الصوت جهوري اكثر من اللازم، فالناس كانت منزعجه من الصوت اذا كان صوت مكبرات اصوات. فمهم جدا انه المدرب يستمع الى هذه الملاحظات حتى يعالجها في الجلسات القادمه. اذا التقييم مهم جدا مهم جدا. إلى هنا ننتهي معكم في هذه الجلسة الخاصة بالجلسات التدريبية. إذا كان هناك مداخلات من الزملاء الحضور، إن كان لدينا في الفيسبوك أو في أيضا في الزوم، فنستمع لمن له مداخلة، وأهلا وسهلا بالجميع. إلى هنا إذا كان الموضوع يعني إن شاء الله يكون أخذ حقه، فإلى هذه اللحظات يكون برنامجنا انتهى، ولنا معكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت من كل أسبوع الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت غرينتش. نكون سعداء أن نلتقي دوما وأبدا، وأنتم ونحن وجميع إخواننا بالصحة وعافية وسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والسلام على جميع أوطاننا العربية، وهناء العيش، وأيضا أن ربنا يزيل الغمة عن إخواننا في فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.